بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي يقول بي واحد مستوي معرف بمعادلة، وبي اثنين معرف مستوي معرف بالتمثيل الوسيطي، حيث تي هو عدد حقيقي وام عدد حقيقي يعني وسيط. قال اكتب معادلة لبي اثنان، يعني كتابة عفوا، إذا قلت كتابة معادلة ديكارتية للمستوي بي اثنان، يعني المقصد هو هذا. لاحظوا كما تعلمون أن المستوي له ماذا؟ له شعاع ناظمي أو له أشعة توجيه. لاحظوا ها هو أمامكم، إذا قلنا هذا مستوي، هذا شعاع توجيه يسمى V، وهذا كذلك شعاع توجيه يسمى ماذا؟ اي. هذه أشعة التوجيه. أما هذا الذي هو باللون الأخضر، إذا سميناه ان اثناني، اللي هو شعاع ناظمي. هذا الشعاع الناظمي يجب عليه أن يكون عمودي على أي نقطة من المستوي، يعني عمودي على الشعاع في كما يكون عمودي على الشعاع اي. هذا من الشروط. الآن مركبات اي، لاحظوا مركبات الاي ها هي أمامكم، هي القيم المضروبة في أم. كم؟ اثنان، واحد، واحد. مركبات في هي القيم المضروبة في الوسيط الآخر، هي واحد وصفر وماذا؟ وواحد. هكذا. هذه فيما يخص أشعة التوجيه للمستوي. الآن علينا أن نتحول من العبارة التمثيل الوسيطي إلى العبارة الديكارتية، يعني تصبح له معادلة مثل المستوي بي واحد. تابعوا جيدا كيف أفعل. هي أمر بسيط، إلا أن عليكم بالمتابعة فقط. إكس قلنا يساوي لنا واحد زائد اثنان أم زائد تي. إيجراج يساوي لنا واحد زائد أم، وزاد يساوي لنا خمسة زائد أم زائد تي. بكل بساطة يوجد عدة طرق للتخلص من التمثيل الوسيط الديكارتي أو المعادلة الديكارتية. عليك أن تتخلص من التي والآم، عليك أن تتخلص من التي. إذا نأتي هذه معادلة واحد، وهذه اثنان، وهذه ثلاثة. نأتي إلى المعادلة الثانية لأنها تبدو هي أسهلهم. نستخرج قيمة ماذا؟ نستخرج قيمة الآم. ماذا تصبح؟ يصبح لاحظوا عندنا إي جراج يساوي لنا آم زائد واحد، أو واحد زائد آم. نأتي بهذه القيمة إلى من هنا، يصبح آم كم يساوي؟ يصبح يساوي إي جراج ناقص واحد. تابعوا جيدا فقط، إي جراج ناقص واحد، هذه هي قيمة آم. تابعوا ماذا أفعل. سأتي بهذه القيمة أعوضها في المعادلة ماذا؟ في المعادلة الأولى هنا، وأقوم كذلك بتعويضها هنا. تابعوا. الآن سنعوضها في المعادلة الأولى. بكل بساطة ماذا تصبح؟ تصبح إكس يساوي لنا واحد زائد اثنان في، نعوض الآن قيمة الإيجراج بما الآن بما يساوي، هو إيجراج ناقص واحد زائد تي. تابعوا. ونعوضها كذلك في المعادلة، إذا هذه عوضناها في المعادلة واحد، الآن نعوضها في المعادلة الثالثة، ماذا تصبح؟ تابعوا فقط. يصبح زاد يساوي لنا خمسة زائد، نعوض كذلك هنا قلت بقيمة الآن، ماذا تصبح؟ إي جراج ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد تي. تابعوا فقط. الآن الأمور بدأت تتضح. ما رأيكم؟ الآن نكمل يعني عملية الأول، نكمل عملية النشر هكذا نكمل. تصبح إكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا واحد زائد اثنان إيجراج ناقص اثنان زائد تي. نأتي إلى المعادلة الثانية، زاد يساوي لنا عندكم هذا مع هذا كم؟ يصبح أربعة زائد إيجراج زائد تي. نكمل مع دائما، تابعوا فقط. إكس يساوي لنا اثنان إيجراج، وعندك هذا مع هذا،
ناقص واحد زائد تي. نأتي للمعادلة الثانية، زاد هي الآن إيجراج زائد أربعة زائد تي، تابعوا فقط. لو نقول بالطرح، العفو، إذا قلت لو نقول بالطرح أو نضرب بالمعادلة الثانية أو الأولى في ماذا؟ في ناقص واحد مباشرة يعني. نضرب مثلا هذه المعادلة في قيمة ناقص واحد حتى يذهب التي. الآن هو التخلص من تي لأن الآن تخلصنا منه نهائيا. لاحظوا ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، ناقص إكس يساوي لنا ناقص اثنان إيجراج زائد واحد ناقص تي. والمعادلة الثانية هذه تبقى كما هي، اللي هي زاد يساوي لنا إيجراج زائد أربعة زائد تي بالجمع. ماذا يحدث؟ أي إذا نكمل، لاحظوا ستصبح ماذا؟ تصبح زاد، أو نجمع هكذا، ناقص إكس زائد زاد يساوي لنا هذا مع هذا كم؟ ناقص إيجراج، وعندنا هذا مع هذا كم؟ زائد خمسة وناقص تي زائد تي. لاحظوا ماذا يحدث، نجعلها الآن معادلة صفرية بكل بساطة، يعني الأمور اتضحت جليا. تابعوا جيدا، سنجعلها معادلة صفرية، سنأتي بالقيم إلى هذا الطرف، تصبح ماذا؟ تصبح ناقص ناقص إكس زائد إيجراج زائد زاد ناقص خمسة يساوي لنا كم؟ الصفر. معادلة، إذا الأمور بسيطة جدا، معادلة ديكارتية للمستوي بي اثنان. الآن هذه معادلة ديكارتية للمستوي بي اثنان. الآن لو نريد أن نتأكد أنني على صواب، يعني أتأكد أنني لست مخطئا، أو فيه مرات يقول مثلا سؤال يقول إليك هذا المستوي، يقول برهن أن مثلا هكذا. تابعوا جيدا، أريد دائما أن أجعل التمرين يعني شامل حتى يفهم الجميع. إذا نعيد كتابة معادلة المستوي التي وجدناها. لاحظوا، إذا ناقص إكس زائد إيكغراك زائد زاد ناقص خمسة تساوي الصفر. إذا ناقص إكس زائد إيكغراك زائد زاد ناقص خمسة يساوي الصفر. الآن هل نعم، ناقص خمسة تساوي الصفر. وعندنا لاحظوا ماذا عندنا، ها هم أشعة التوجيه، ها هو الشعاع الأول وها هو الشعاع الثاني. الآن ما هو شعاع الناظم لهذا المستوي؟ لاحظوا هو ان واحد ان اثنان، لأن سميناه ان اثنان نسبة إلى المستوي بي اثنان. إذا هذه بي اثنان، هذه معادلة الديكارتية. ما هي المركبات؟ هي ناقص واحد وواحد وواحد هكذا. كيف أتأكد أن هذا هو شعاع توجيه للمستوي؟ البرهان أن في و U و E عفوا هكذا أشعة توجيه للمستوي بي اثنان بكل بساطة. لاحظوا ما هو الشرط، قلت تحدث من قبل، قلت أنه يجب على المستوي هذا المستوي على الشعاع الناظم هذا أن يجب أن يكون عمودي على الأول هذا وعمودي على الثاني، يعني الجداء السلمي هذا مع هذا صفر وهذا مع هذا كم؟ صفر. يعني تصبح هكذا أن اثنان سلمي V، نلاحظ ماذا يساوي، ها هي مركبات الـ V وها هي مركبات الآن، أن ناقص واحد 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 في مركبات الـ V، الـ V هي واحد صفر ماذا؟ واحد. تابعوا كم؟ ناقص واحد زائد صفر
زائد 1 وتساوي لنا الصفر. إذن الأول حقق. نأتي إلى الثاني آن اثنان سلمي الآن U يساوي شعاع الناظم قلنا ناقص 1 1 1، شعاع التوجيه ها هو الـ U، ها هو أريهكم، هو اثنان واحد واحد، كم تعطي؟ تعطينا ناقص 2 زائد 2 يساوي لنا الصفر. إذا ماذا نقول عن U و V؟ نقول ومنه U V كأشعة أشعة توجيه لـ P اثنان، هكذا بكل بساطة. يعني ممكن يطرح لك يعطيك تمثيل وسيط ويقول لك استخرج المعادلة الديكارتية كما يعطي لك أشعة فقط، يقول لك برهن أنها هي أشعة التوجيه. من الشروط ها هو الشرط الذي أشرحه هنا في الشكل فقط. نأتي الآن إلى السؤال الجزء الثاني من التمرين، قال عين شعاع الناظم للمستوي P إذا واحد، ها هو الآن تابعوا شعاع الناظم، إذا شعاع ناظم للمستوي ماذا؟ في واحد هو أمامكم. ما هو؟ هو القيم المضروبة في المتغيرات اللي هي آن واحد، هنا كم؟ واحد، وهنا كم؟ اثنان، وهنا ناقص واحد، هكذا. الآن السؤال الذي أريد أن أجعله في هذا التمرين هو التمثيل الوسيطي للمستوي P1. يعني الأمر عكسي بالنسبة، الآن هذا فيما يخص P2 أعطانا التمثيل الوسيطي ووجدنا التمثيل الديكارتي، الآن درك لا أعطاني التمثيل الديكارتي اللي هو معادلة ديكارتية، نريد أن نجعلها تمثيلا وسيطيا. تابعوا جيدا، أولا سأكتب المعادلة أمامكم، X زائد 2 Y ناقص زاد ناقص اثنان يساوي كم؟ الصفر. لاحظوا بكل بساطة هي أمر أبسط من الشيء الأول. لاحظوا نقول نضع، يعني عليك أن تضع، نضع نثبت ماذا؟ نثبت الإكس والإيكراك والزاد نبحث عنه، نضع ماذا؟ نضع هكذا، نضع إكس يساوي ألفا، إيغراج نجعله مثلا يساوي بيتا. لاحظ الأمر بسيط. سأقوم بكتابة معادلة مستوي هذه، سأنقلها أمامكم حتى تعرفوا كل شيء. العفو أنه لا يوجد هنا الناقص، وضعت ناقص، تصبح إكس زائد 2 إيغراج ناقص زاد ناقص 2 يساوي صفر. لاحظوا الأمر بسيط فقط، إلا أنكم عليكم المتابعة. ها هو الإكس، نأتي بهذه القيمة عوضها هنا، وبيتا نأتي بهذه القيمة وعوضها هنا. لاحظوا ماذا يصبح، ماذا تصبح لديكم؟ تصبح هكذا، ألفا زائد 2 بيتا ناقص زاد ناقص 2 يساوي صفر. نأتي بالزاد إلى هذا الطرف، لاحظوا ماذا ينتج يا ترى؟ ماذا ينتج؟ ينتج إكس يساوي ألفا، ها هو أمامكم، إيكغيك العفو إيكغيك يساوي لنا بيتا، وماذا ينتج؟ والزاد لما نرجعه من هنا ماذا يصبح؟ يصبح ألفا زائد 2 بيتا ناقص 2. أرجع هذا إلى هو يصبح زاد يساوي لنا هذه القيمة اللي هي هذه وهذه، حيث ألفا ينتمي إلى R وبيتا ينتمي إلى R، يعني وسائط حقيقية. هكذا، ها هو التمثيل الوسيطي بطريقة بسيطة جدا. ما هي أشعة التوجيه لهذا المستوي؟ الشعاع الناظم استخرجناه، ها هو أمامكم الذي هو آن، ها هو شعاع ناظم. الآن نريد أن نستخرج أشعة التوجيه لهذا المستوي، نسميها مثلا أشعة التوجيه. إذا أشعة التوجيه لـ P1 كيف؟ أمر بسيط جدا. إذا سمينا نسمي مثلا U فتحة هي القيم المضروبة في الألفا، ما هي؟ هي واحد
صفر واحد. الآن نأتي إلى في فتحة، يعني إي و في سميناهم للشعاع الأول للمستوي الأول، ماذا يصبح؟ صفر واحد واثنان بكل بساطة. بحيث ماذا؟ أكرر، بحيث ماذا؟ بحيث أن واحد سلمي إي سلمي إي يساوي الصفر، و أن واحد سلمي في فتحة، أنا الفتحة لا ننسى الفتحة لأنها المستوي الآخر، يساوينا كم؟ الصفر. هل الكلام مضبوط؟ يعني هل كلامنا صحيح أنا يساوي الصفر؟ هيا نجرب. الآن أن واحد في إي فتحة يساوينا ماذا؟ يساوينا صفر، عفو، واحد صفر واحد في الشعاع الناظم، ها هو أمامكم، واحد اثنان ناقص واحد، قوموا بالحساب أكيد ستعطي لكم الصفر. نأتي إلى ماذا؟ إلى أن واحد سلمي في فتحة يساوي، لاحظوا كم؟ واحد واحد اثنان ناقص واحد سلمي ماذا؟ سلمي واحد صفر واحد اثنان، كم تعطي لكم؟ أكيد ستعطي لكم الصفر. إذا تحققت هذا الشرط، إذا أنت لست مخطئا في الحساب. هكذا أبنائي وإخوتي الطلبة تقوم ببرهنة هذه الأشياء، يعني بأمر بسيط جدا فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو.